السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال الرقم الخاص بالواتساب الخاص بقناة الرافدين، والذي أيضا يمكنكم المشاركة في هذا البرنامج من خلاله عبر الرسائل التي ترسلون ومشاركاتكم بالتعليقات والآراء. اليوم الموضوع، سنكمل الحديث على قرار المحكمة الاتحادية بطلان تأجيل الانتخابات ويجب أن تتم في موعدها المحدد. هذا الموضوع والتفاعلات والردود الأفعال التي جاءت على قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص طبعا من السياسيين والبرلمانيين وغيرهم من الشخصيات الموجودة في العملية السياسية الآن في العراق. نطرح بعض الأسئلة بخصوص هذا الموضوع. هناك جهات طبعا أرادت وأصرت ربما على تأجيل الانتخابات وإبعادها عن موعدها المقرر، وهناك جهات تخوفت، وربما هي الغالبية في العملية السياسية تخوفت من تأجيل هذه الانتخابات، لأن هذا الموضوع قد يدخلها في موضوع حكومة طوارئ وحكومة انتقالية وهذا الموضوع. إذن لماذا نرى هذه الأطراف، لماذا نرى البعض في العملية السياسية يريد أن تؤجل الانتخابات؟ ما الأسباب التي تدفع بعض السياسيين إلى تأجيل الانتخابات؟ ما الذي يراد من وراء عملية التأجيل؟ وبالطرف الآخر، لماذا نرى الغالبية تصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ هل هناك مخاوف من فقدان هذه العملية السياسية إذا ما أجلت؟ هذه أسئلة نطرحها في هذه الحلقة إن شاء الله من البرنامج، وننتظر طبعا آراءكم وتعليقاتكم. موضوع ثاني سنتكلم به أيضا في سياق هذه الحلقة هي الأموال المخصصة لهذه الانتخابات، وأيضا كذلك السياسات المتبعة في بعض المحافظات كصلاح الدين من قبل ميليشيات الحشد في عملية إجبار مدنيين على الذهاب للتصويت أو للانتخاب قوائم الحشد الشعبي، وتحديدا قائمة بدر، منظمة بدر، في سبيل أن تعاد إلى مناطقها التي هجرت منها أو تترك بسلام. عمليات إجبار وابتزاز للمدنيين في محافظة صلاح الدين، وسنتطرق إن شاء الله إلى هذا الموضوع بالتفصيل. عموما، نذكر أن رئيس البرلمان أكد سليم الجبوري أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر أصبح لزاما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن. طبعا حديث سليم الجبوري وحديث سياسيين كذلك كنائب رئيس البرلمان همام حمودي، الذي قال بأنه بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبح موضوع مناقشة تأجيل الانتخابات في البرلمان لا جدوى منه، وبالتالي لن يحدث مستقبلا. طبعا التصريح سليم الجبوري جاء مع ممثلي ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة المصادقة على موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب. أيضا اتفق المجتمعون على عرض صيغة قرار خلال جلسة المجلس للمصادقة على موعد الانتخابات المحددة من قبل مجلس الوزراء. طبعا أيضا تحالف القوى البرلمانية من الأطراف التي كانت ترغب بالتأجيل، ولكن يقول بأنه أبدى الاحترام لقرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. رئيس التحالف صلاح جبوري قال بأن الكتلة تحترم قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وأيضا أشار إلى أن قرار المحكمة نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف التحالف. طيب، إذن بشكل عام مشاهدينا الكرام، عملية سياسية في العراق تأتي، انتخابات قادمة، الانتخابات بنفس الوجوه، تغيرت الأشكال فقط، الأشكال التحالفات وأسماء التحالفات، ولكن المضمون هو مضمون واحد، نفس الشخصيات التي حكمت منذ الاحتلال وحتى هذا اليوم هي نراها متواجدة، تحولت فقط من مناصب مختلفة إلى مناصب أخرى. عملية تأجيل الانتخابات من عدمه، هل سيغير من الواقع في شيء إن كان القرار قرارا أمريكيا وقرارا إيرانيا كما تم التصريح في 2010 وكشفت وفضحت هذه الأمور؟ هل تختلف في العراق الأمور إن جرت الانتخابات من عدمها في حال وجود تزوير وفي حال وجود كوارث كما تابعنا في الانتخابات السابقة والتي قبلها؟ عذرا، فضائح الموتى الذين صوتوا و الذين كانوا خارج العراق والذين ليست لديهم أصوات وليست لديهم قوائم انتخابية ووجدناهم في الانتخابات مشاركين بأصواتهم، كلها عمليات تزوير حدثت وفضحت.
هل ما يحدث في العراق الآن هو تداول سلمي للسلطة كما صرح نور المالكي؟ هل ما شاهدناه من عملية سرقة نور المالكي للقائمة العراقية في عام 2010 والضغط الأمريكي والقرار الأمريكي الخاص ب يعني استمرار المالكي في السلطة لأربع سنوات إضافية، هل هذا نوع من أنواع التداول السلمي للسلطة؟ هل التداول السلمي للسلطة يأتي عن طريق الاحتلال؟ هل ما نراه الآن من فساد وما نراه الآن من سرقات ومن ميليشيات ومن تهديد ومن عملية سياسية منهارة يوحي بأن هناك ربما تداول سلمي للسلطة؟ طيب إذا ماذا عن شعار ما ننطيها الذي يتبعه نور المالكي؟ هل هذا من أشكال التداول السلمي للسلطة؟ هل هذا من أشكال التداول السلمي للسلطة عندما تأتي الميليشيات وتصرح بأنها ترغب بالبقاء وترغب بالدخول بهذه العملية السياسية؟ هل سيكون بشكل أو الشخص الذي يحمل السلاح ويقوم بتهديد وترويع أمن المواطنين وتنفيذ إرهاب علني في الشوارع في العراق، هل يمكن له إن تسلم منصبا سياسيا أن يتداوله سلميا؟ أسئلة تطرح. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، أحييك وحيي هاي الإذاعة العظيمة وعامليها. تفضلي أم أزهار. بالنسبة إلى الانتخابات، الانتخابات هذول اللي دا يحكمون هسه ما يردوها يعني تتأجل. ليش ما يردوها تتأجل؟ يردون هم يبقون بمناصبهم ويردون يبقون يخربون هذا الشعب اللي هو مخرب. لا ويخافون لأنه أكو هواية هسه جماعات كلش كثيرة يعني متعرضة ما تريد هاي الوجوه. هاي الوجوه يردوها هي متكررة بمواضيع. ليش؟ نعم، ليش تظل متكررة هاي الوجوه؟ متكررة لأنهم مستفيدين من هذا البلد، هم سرقوا البلد كله ويردون بعد يسرقون وما يردون نظام صالح يصلح هذا البلد وينتجه، وما يردون إنتاج ولا يردون مدارس يعني تنتج زين تدرس زين، ولا يردون يطلعون السجناء من السجن، ولا يردون يرجعون المهجرين. فهم مستفيدين من هاي الشغلة وبضغط من أمريكا وإسرائيل وإيران، وخاصة إيران قاعد تتدخل هالمرة بصورة كلش قوية، بحيث تريد أول ما خلت منظمة بدر والحشد الإيراني مالتها حتى يستولي على المناطق الموصل وحويجة وإلى آخره، هاي المناطق الموجودة هناك، لأنهم هم يردون هذا المخطط الإيراني الإسرائيلي الأمريكي، يردون يفرغون هاي المناطق من السنة، ويردون يخلون الشعب متهجول ويعني بكل الدول العربية. بس احنا شو نقول؟ انا انادي الى الشعب العراقي. نعم. الشعب اذا عنده ذرة احساس وضمير شوية وحي عراقي صحيح، العراقيين الصحيحين، لحد يروح ينتخب هاي الوجوه. أم أزهار، يعني احنا دا نقول هسه ونحكي نقول انه اكو تزوير بهاي الانتخابات موجود بالعراق، هل برايك انت انه حيفرق اذا راح الشعب من عدم ذهابه، يعني اذا ذهب لينتخب او ما ذهب، هل هذا الموضوع حيغير من شيء تتوقعين؟ انا اتوقع اذا مجموعه من الجماهير العراقيه من كل الشمال والجنوب والوسط من كل هاي الشرفاء ما يروحون، يمكن تصير ضجة، ولازم ينتفض الشعب، لازم يقاوم، ما يصير يبقى على هالوجوه، لازم يصير مقاومة حتى إذا يصير بها دم، حتى ونطلب من الحكومات الشريفة، الحكومة الإسلامية اللي تحيط بينا تساعد هاي الجماعة اللي راح ينتفضون حتى نخلص من هالأزمة اللي احنا بيها، ما نظل احنا أمرنا كلنا نقضي ويا هذولا. شكرا
شكرا جزيلا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات على الواتساب الخاص بالبرنامج. السيد مبروك يقول: تحية لك أخي محمد وللقناة البطلة الباسلة للكادر الأصيل الشهم. يقول أخي محمد: لنقف عند معاناة الشعب وهذا الاستياء من عدم الرضا عن انتخاب هذه الوجوه والوعود بإصلاحات وكذلك حصصهم من البطاقة التموينية. يجب أن يثور الشعب ثورة على هذه الوجوه والطغمة الفاسدة، لأنها أفسدت وقتلت وشردت ونهبت جميع خيرات العراقيين بجميع مكوناتهم. وتعمل هذه الوجوه أو هذه الوجوه كل أشكال الطائفية المرفوضة، لذلك على الشعب أن يقلعهم من جذورهم ولا ينتخبهم، لأنهم أفسد وجوه مجرمة ومحسوبة لإيران. هذا جزء. أما الجزء الثاني فهو موضوع إجبار الميليشيات للسكان صلاح الدين على انتخاب القوائم التابعة لهم، هذا بعد تزوير العملية السياسية الطائفية. ولك كل التحية أخي محمد. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. طيب نستمع لرأي السيد أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله. حول هاي الانتخابات، هي هم جو يدمرون العراق. نعم. فأنا أتوقع يعني إذا استمروا دولة السفلة يحكمون العراق، نحو الهاوية. حتى لو يجي واحد يعني عقلانيا يفكر ماذا قدموا هذول للعراق سابقا على مود ينتخبوهم. ما قدموا شيء، قدموا الدمار والقتل والإرهاب والجوع والذل. فأني ما أتوقع منهم خير هذول لأنهم سفلة. طيب البدائل، أبو حسن، إحنا نطرح مشاكل ونطرح المعاناة ولكن لا نتحدث عن البدائل. برأيك أنت البديل شنو؟ أنت كمواطن عراقي هسه قاعد بهذا البلد، دا تشوف هاي الكوارث، المعاناة، دا تشوف الميليشيات، دا تشوف الفساد، دا تشوف الظلم الموجود بالعراق، شنو بديلك؟ البديل المقاومة. المقاومة شنو نوعها؟ شنو طبيعة هذه المقاومة؟ الناس تريد تفهم، الناس اللي قاعدة بالبيئة اللي يعني عقلها على قدها تريد تفهم شنو الطرق اللي ممكن تحارب بها هاي السلطة، يعني الطرق المشروعة الموجودة. الطرق المشروعة راح شيء بلا تردد وبلا أي شيء. رأيك تفضل. أول ما تبدي، أنا برأيي عن السلاح موجود، أنا قلت لكم قبل السلاح موجود بكل مكان. حتى بالشوارع الناس هب هبة واحدة على الجيش على الشرطة، أسلحتهم بالطرق، أخذها وقاتل بها. أو إحنا ميتين ميتين. إحنا ميتين ميتين، كل الأحوال ميتين، بس نحافظ على كرامتنا. يعني هذا شنو الجيش اللي ما يستحي على نفسه يشوفون الناس تتكتل؟ طيب يعني خلي نتكلم، حطيك رأي يعني وانت قيس. إيران مقارنة بالعراق تعتبر دولة منظمة، بها قانون وبها نظام وكذا، صح بها طغيان وفساد وميليشيات وكذا موجود، ولكن شكلها الخارجي أو المنظور العام لإيران هي دولة، تعتبر مقارنة بالعراق دولة. هي العراق الآن لا شبه دولة، أقل حتى من دولة. إيران قمعت المظاهرات الموجودة في إيران، المظاهرات السلمية، وبعد ذلك تطورت طبعا، أصبحت اشتباكات، قمعتها بقوة السلاح، وهي هنا وطبعا فيها قانون وفيها المفروض يعني رأي عام ينظر وكذا. في العراق تقمع التظاهرات ويقمع الرأي والرأي الآخر طبعا، ولا يوجد عالم يتحرك، لا يوجد من يسلط الضوء. بالعكس، القانون الموجود في العراق الآن، هذا القانون الذي وضعه الاحتلال، قانون يؤيد عمليات القمع، يؤيد ارتكاب جرائم ومجازر إبادة، يؤيد هذه الأمور. والدليل أنه ما حدث في الأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها، وما حدث في بغداد 25 شباط يؤيد. فشلون أنت تقدر توقف قدام ميليشيات وتوقف قدام سلطة بها سلاح؟ يعني تعتقد أنه خيار السلاح خيار صحيح؟ والله أنا قلت ألف مرة، يعني المقاومة لازم كل بأي طريقة، يعني صح إحنا هسه محصورين، بس لازم تقاوم يا أخي. يعني هسه الانتخابات إذا صارت قول على العراق يا رحمن يا رحيم. نعم. العراق يدمر على بكرة أبي، يعني إذا هاي الانتخابات صارت تعتبر العراق انتهى. طيب هو مبدئيا أنا أشكرك أبو حسن، مبدئيا البرلمان في خبر عاجل عرضناه للتو، البرلمان صادق على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، أصبح أمر واقع، ستجرى الانتخابات في الشهر الخامس القادم.
نستمع لرأي سيد صلاح الدين من أربيل. تفضل صلاح الدين، حياك الله. الله يبارك فيك أخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أخي الفاضل، الانتخابات هذه هي نسخة معدلة من الانتخابات، أول انتخابات جرت في العراق. نعم. والهدف منها هو الحقيقة استكمال فقرات المشروع الإيراني في العراق وبناء نظام الحكم على السيناريو الخميني، لأنه بكل بساطة هذه الانتخابات لن تكون عادلة، لن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي. نعم. وأسباب كثيرة وراء ذلك، والأهم من يريد أن يدفع باتجاه الانتخابات، وربما ستحصل، لأنه كما تفضلت المحكمة التي تسمى محكمة عليا، وسلام على تلك المحكمة. نعم. التي يتأبطها المالكي ويحكمها أن البند، هذه المحكمة التي هي نفسها تفتقر إلى الشرعية، والمفوضية المستقلة هي ليست مستقلة وهي صحيح. تفتقر إلى الشرعية لأنه نسخة من الميليشيات. نعم. ولكن أسباب عدم ثقتنا بهذه الانتخابات، أولا سيطرة الميليشيات على الشأن العراقي، وهذه الميليشيات هي التي ستقود الانتخابات، وهي التي ستفوز بالانتخابات إن كانت فوز حقيقي أو فوز على طريقة 5-5-5. وهذه الميليشيات وإن تحولت إلى منظمات مدنية أو نزعت اللباس الميليشياوي ولبست اللباس المدني، تبقى العقلية واحدة، معلقة بإيران. الفكر واحد. نعم، تبقى روحها معلقة بإيران ووفاؤها وولاؤها لعلي الخامنئي، فهذه لا تمثل مشروع وطني. و عودة الفقدان الأمني وعودة الاختطاف والاغتيالات هي أيضا مقدمة لهذه. سيد صلاح الدين، هل تقتنع برأي السيد أبو حسن من بغداد الذي يقول بأن الحل الوحيد أمام العراقيين الآن من وجهة نظره طبعا هي ثورة مسلحة؟ هل تعتقد بأن هذا خيار صائب؟ والله يا أخي هذه أمنية في غير محلها وفي غير وقتها. طيب، ما البدائل سيد صلاح الدين؟ أن أقليم كردستان مجرد استفتى، اجتمع عليه الغرب والشرق، واجتمع عليه المغول، واجتمع عليه الصفويون، واجتمع عليه كل أعداء الحرية. طيب، البدائل التي يمكن للعراقيين أن يسلكوها من أجل الخلاص من ما يحدث الآن. والله الكرة هي في ملعب أهلنا في الوسط والجنوب. إن صحوا هؤلاء على قيمهم وأخلاقهم وعراقيتهم ووطنيتهم، وأوقفوا هذا التدهور المريع وهذا التدهور المخزي في تسليم العراق لإيران، وفي وصاية إيران على العراق من خلال ميليشياتها، وتجريف العراق برجالاته بقانونه. ما الذي ينتظره أهل الجنوب سيد صلاح الدين؟ يعني ميليشيات موجودة، فساد موجود، خدمات لا توجد، وفقر، نسبة فقر عالية جداً، نقص المياه، خصخصة الكهرباء، أمور متتابعة على محافظات الوسط والجنوب تقودها إلى انهيار بعد آخر. طيب، إلى متى سيظل السكان الوسط والجنوب، شيعة العراق الموجودين في المحافظات الوسطى والجنوبية، مجرد يتفرجون ويدعون؟ نعم أخي الفاضل، للأسف الشديد من وسائل إيران في ترويج أفكارها وترويج دينها هي التجهيل واستخدام العاطفة. وللأسف الشديد إلى أن يصحو أهلنا من الوسط والجنوب من هاتين العلتين، علة التجهيل وعلة العاطفة، وينقلبوا على خزع بلاد إيران وترهاتاتها في العراق من غلمانها ومن مجرميها الذين تستخدمهم لقتل العراقيين ولترتيع العراقيين. الحالة في العراق للأسف الشديد لا أرى لها مستقبلا جيدا. هل سيغير الوضع أو سيتغير الوضع في حال ذهب المواطن العراقي إلى الانتخابات من عدم ذهابه؟ يغير إلى الأسوأ. إلى الأسوأ. وسيعطي هؤلاء المجرمين والقتلة والسراق كارتن أبيض أو تشيك أبيض كما يقال بالعراقي، لكي يفعلوا ما يشاءوا. وبالمناسبة هذه الانتخابات ستنتهي إلى حكم ميليشياوي، سيتغير الدستور وسيضرب بالشراكة الوطنية عرض الحائط،
ويكون أمام الشخص العراقي أمران، يا إما ينصاع ويركع لمشروع إيران ومشروع ميليشياتها، ويا إما يموت كمدا أو يترك البلد للأسف. طيب. الشديد سيد صلاح الدين، عدم ذهاب المواطن تقوده إلى أمور أسوأ، لأنه كما تفضلت ربما يعطي شيك على بياض كما يقال لهذه السلطة الموجودة. ولكن ذهاب هذا المواطن إلى الانتخابات حتى وإن صوت بلا رافض لأن يصوت لأي حزب موجود في هذه العملية السياسية، هل تتوقع بأن هذه الأحزاب سيتغير معها الواقع؟ يعني سيختلف بالنسبة لها أي شيء؟ فاضل، هذه أحزاب سراق. أولا الكذب عندهم شيء سهل جدا، وإذا ذهب المواطن العراقي سيسجل حضوره ولا يسجل رأيه، حتى وإن قال لا فهم سيسجلون أرقام ويقولون لنا الشرعية اليوم لكي نحكم. وكما قلت القادم هو أسوأ، لأنه سطوة الميليشيات وممارسة عقائدها وممارساتها التي رأيناها إن كان ضد إقليم كردستان أو ضد المحافظات السنية لا يبشر بخير. الطرف الذي يلام أيضا إضافة إلى أهلنا في الوسط والجنوب، هؤلاء الذين يسمونهم سياسي السنة إن كانوا كردا أو عربا، للأسف الشديد هؤلاء أيضا فقدوا البوصلة وأصبحوا بشكل أو بآخر جزء من المشروع الإيراني. أرادوا الآن أن يعني بعضهم الآن يسعى إلى التحالف مع الأحزاب التي يترأسها أو تترأسها ميليشيات الحشد من أجل ضمان الفوز. أخي الفاضل، بيت شعر للأسف أنا دائما أستشهد به ولشاعر نجفي يقول مررت على المروءة تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هؤلاء الذين انغمست أيديهم بالمال السحت لم يعد لديهم كرامة، وإذا المرء لم يدنس من الشؤم عرضه فكل لباس يرتديه جميل. هؤلاء لم يعد لديهم لا غيرة إسلامية ولا عراقية ولا إنسانية ولا عشائرية، هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان مقابل نزوات وشهوات الدنيا، هؤلاء باعوا دينهم بدنيا غيرهم، والله المستعان. شكرا جزيلا سيد صلاح الدين، كنت معنا من أربيل للمشاركة والإبداء بالرأي. سيد أبو أحمد من الرمادي تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد أحييك وأحيي القناة. حياك الله أبو أحمد. أنا بس أناشد الشيخ جواد الخالصي الذي أفتى بأنه شغلة الانتخابات محرمة. نعم. لأنه هذا شيخ عربي عراقي. وأنا أحيي الشيخ مقداد من محافظة بابل بخبرة الجمعة أفتى بهذه الفتوى بأنه حرم الانتخابات. نعم. يعني يقول إحنا علم ننتخب نفس الوجوه، هم نفسيتهم جاي يدورون من هذا الكرسي على هذا الكرسي، والخزينة خوت ما ظل جاي يخمطون ويودون لأهاليتهم برا غير البلدان اللي قاعدين بها أهاليتهم وولدهم متفسحين ومرتاحين، فمصر ودم الشعب العراقي بالكامل هذول ما يخدمون البلد نهائيا. طيب أبو أحمد، عندي أبو أحمد عندي سؤال. إحنا دا نشوف هسه بعض المراجع أفتت بحرمة الذهاب والانتخاب لأنه ده نشارك بأذية البلد ونشارك بأذية الشعب أكثر. طيب المرجعية الرئيسية المصدر اللي موجود بالنجف مرجعية السستاني لم تخرج بفتوى ضد حرمة الانتخابات على الرغم أنه هي تعرف أنه هؤلاء كلهم فاسدين. أحد ممثلي السستاني في العراق في إحدى المحافظات يقول بأنه إحنا مو صوشنا، هذا صوش الشعب، الشعب هو اللي راح انتخبهم فلا تجي تلقي باللوم علينا. هذا رأي المرجعية السستاني. طيب ذول المراجع ليش ما تتبع نفس الخطوة المرجعية السستاني مرجعية النجف أو مو تتبعهم، خلي هي تكون المتفردة بالموضوع أو هم اللي يتبعوها وتصدر فتوى بحرمة الانتخابات؟ أستاذ محمد، بالنسبة للمرجعية هي المرجعية تلزم الحوزة وتلزم الجامع، المرجعية عليها بالدين توضح للناس وتعلم هذا المفروض على الصلاة والصوم. المرجعية ما تخص السياسة، الدين ما يخص السياسة ولا شيخ العشيرة يخص السياسة، أكو ناس قانون وسياسة، كليات تخرج كلية القانون والسياسة هي اللي تعرف بإدارة البلد.
احنا هاي كلها زياده وهي اللي دمرتنا هاي المرجعيات. واني اناشد الشيخ جواد الخالصي واناشد الشيخ مقداد انه يحسوننا الفرات الاوسط والجنوب هم يريدوا هم الفتوى وهم المرجعيه سنه وشيعه وكرد وعرب. شكرا جزيلا ابو احمد، انا اشكرك، كنت معنا من الرمادي. وضحت الفكره، المرجعيه اللي تفتي ب اخراج الميليشيات الى العلن وشرعنتها ووضعها في اطار قانوني، المرجعيه التي لم تفتي بمقاومه الاحتلال، المرجعيه التي رضت ونظرت الى الفاسدين ورأتهم موجودين في السلطه ويذهبون اليها من اجل اخذ المباركه واخذ الموافقه على امور سياسيه، هذه مرجعيه شريكه بالفساد، هذه مرجعيه وضعت يدها بيد الفاسدين، لا 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 يمكن لها ان تتنصل من 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 واجبها ومن الحقوق المفروضه عليها. الواقع في العراق يقول بانه السيستاني شريك اول فيما يحدث في العراق من فساد وخراب ودمار، شريك اول، وهذه هي الادله. كل السياسي في العراق ينطق باسم المرجعيه، ينسب نفسه لهذه المرجعيه، وهي بدورها تطبل لهم، لا تخرج بفتوى ضدهم، مع انه هي يمكن لها ان تخرج بفتاوى بامور ثانيه، ولكن عندما ياتي الموضوع للسياسه والعمليه السياسيه لا يمكن كما قال موفق الرباعي ان تنهد هذه العمليه وتهدم. نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى راي السيد ابو ايمن من عمان. تفضل ابو ايمن، حياك الله. اسعد ايامك وان شاء الله اني بشوف قاعد ان ايام العراق الجايه احسن. شكرا جزيلا. السيد الكريم اسمح لي ابلش ببيت الشعر. قال الخليفه الثالث عشر بالدوله الامويه اللي هو الوليد، كان لما بلغوه انه الخلافه انتقلت له كان يقرا بالقران قاعد بغرفته. فلما اجوا بلغوا شال القران حطه قدامه على مصطبة او شيء وجاب القوس والسهم وضربه بالسهم وقال له اذا اتيت ربك يوم حشر فقل يا ربي خرقني الوليد. سيدي بدي ابشركم ان العراقيين كافه قد صحوا من الغفله، اذ ان الاخوه ودائما لا احب ان اقول شيعه وسنه ولكني لا ساقولها الان ان الاخوه الشيعه العرب الاحرار ذوي الغيره اللي هم عراقيين عراقيين ذوي غيره بداوا هسه يضربوا بعض الحائط بكل ما تقوله المرجعيات العميله. نعم. بكل ما تقوله المرجعيات العميله. سيدي اما هذه الطغمه الحاكمه بايران او بالعراق فهذول ضربوا عرض الحائط بدستور الله في الأرض وقانونه، بدستور الله في الأرض وقانونه. نعم. ولا قدسية لديهم لأي دستور، فما بالك بالدستور والقانون اللي هم حطوا وحطوا أمريكا. بدي أخيرا طلب من حضرتك. تفضل. في على إحدى القنوات وهي قنوات تعملوا معها كثير العربية. كان الشيخ بندر قاعد بجاوب على اسئله من لبنان فحطوا وراء صوره على اساس انه من الانتخابات. فكان بالصوره هاي موجود بصمه. نعم. اينما تكون ونحن نكمل الباقي، اي بمعنى ابصم اينما تكون ونحن نكمل الباقي. صحيح. اتمنى عليكم اتمنى عليكم اتمنى عليكم، واذا الي معزه عندكم انكم حطوها هاشتاج هاليومين هذولا، لانه هاي بتعبر عن اللي جاي ان شاء الله. حبيبي. باذن الله ابو ايمن، شكرا جزيلا، كنت معنا من عمان.
نقرأ بعض الرسائل التي وردتنا على الواتساب الخاص بالبرنامج. يقول أحد المشاركين ابن ميسان تحديدا: من المتعارف عليه أن إرادة الشعوب أقوى من كل طغاة العالم، فيا شعبنا العظيم ابقى عظيما ولا تكون مسلوب الإرادة. إرادة الشعوب أقوى من كل طغاة العالم، يعني هذه رسالة توجه إلى موفق الربيعي الذي يقول بأن إرادة السياسيين أقوى من إرادة الشعب، والذي لا يمكن له أن يحطم هذه العملية السياسية. رسالة هاي. بنت بغداد تقول: سواء تأجلت الانتخابات أو أجريت بموعدها لن يغير من وضع العراق من شيء، لأن الوجوه هو نفس الوجوه ونفس العصابات الفاسدة التي تنتهج الطائفية والسرقة والعمالة، والآن هم يحفرون الحفرة لبعضهم. ألا يخجل المالكي من الظهور أصلا للشعب ويرفع شعار ما ننطيها؟ إنه سباق على السلطة لمصالح شخصية. يجب أن يبدأ الشعب بمقاطعة كاملة للانتخابات من كافة أطياف الشعب العراقي. السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لحضرتك ولقناة الرافدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا عندي أول كلمة أريد أوجهها لإخواني بالشعب العراقي كله بكل أطيافهم. تفضل. أقولهم يا أخوان، الشعب اللي تحكم الإمامة مصير للقمامة. نعم. يعني أنت يا مواطن يا عراقي، تقبل أبوك يخدم 40 سنة بالدولة ويطلع براتب 400 ألف دينار، والبرلماني يخدم 4 سنوات يطلع بملايين الدنانير، تقبلها أنت؟ يعني لي وين يردون يوصلوكم هذولا؟ بس أريد أفهم لي وين يردون يوصلوكم. ما شفتوا أنتوا هاي الفترة من سنة 2003 إلى هسه شنو اللي قدموا لكم إياه؟ شنو اللي صار بالبلد؟ شنو اللي تحسن بالبلد؟ طيب هسه احنا نقول بما ان المحكمه الاتحاديه رفضت تاجيل الانتخابات، يعني وبالرغم من وجود مئات الالاف من المواطنين لا يزالون يعيشون بالمخيمات وباسوأ حال. نعم. وبالرغم من وجود الاف من الميليشيات بالمناطق المحرره اللي مثل ما قال موفق الربيعي هذا الهمام راح يجبرون الناس ان يشاركون بالانتخابات، وهسه بدات الاعمال الاجراميه طبعا مالتهم، إعادة الناس قصرا إلى مناطقهم. ميليشيات تساوم النازحين من ناحية يثرب في صلاح الدين على العودة إلى المناطق، في مقابل طبعا أنه تروحون تصوتون لقوائم الحشد الشعبي. هذه السياسة المتبعة. إيه هسه هاي بالأخير يعني أستاذ محمد، هسه يقول لك أنت نازح تريد ترجع لمدينتك، انتخب قائمتنا، انتخب قائمتنا وارجع. تفضل، أهلا وسهلا. روح للمناطق المدمرة لأن وراها لن تجد بها إعمار، واسمعها مني. طبعا اكيد. وهو هم يعرف، المواطن نفسه هم يعرف. بس انا اريد اقول يا حكومه حيدر العبادي، يعني اللي اريد اقول عليك يا حامي الحمى والديار اللي ما تمطفي له نار ولا ينذل للوجار، يا حامي الفاسدين والمجرمين، يا مرجعيه، يا من دمرتوا البلد، الله يشهد علي واقولها. واحتمال هسه يقولون هذا مواطن عراقي مجرم وضد الملك. لا تخاف، لا تخاف. عاليا صيف وصفت كل اللي بتركيا، قالت عليهم دواعش، فيعني قالت كل عراقي بتركيا داعش. عاليا صيف نائبه برلمانيه تمثل شعب، فلا تقلق على هذا الموضوع. تفضل ابو ناصر. هلا الله. اي اقول يا مرجعيه، والله افسد واحد موجود بالعراق هسه واللي يرعى الفساد اساسا هو السيستاني. هذا المرجع، هذا اللي هو دمر البلد. يعني إلى متى تبقون ساكتين وراضين على هذا الوضع؟ مكافضين مقهر 14 سنة؟ الصولون والجولون بكيفكم وتعتقلون وتعذبون وتهجرون وتقتلون بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنتم تتصورون راح تدوم لكم هاي؟ والله لو دامت لغيركم ما كان وصلتكم. وأكيد أكيد راح يجيكم يوم الضيق عليكم الأرض، وما راح تلقون حتى مكان يويكم. تعرفوا تضحكون على عقول الناس بحجة الحب لأهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت بريئين منكم، وبحجة المذهب اللي شوهتوه بأفعالكم. راح ندعي عليكم إن شاء الله ما تشوفون خير، اللي يموت من عندكم إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير، واللي يبقى عايش نقول عليه لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله إلى يوم الدين. يعني سممت عقول الناس يا مرجعية يا معممين. بقى الدور على الناس أنه هي بوعيها الموجود، إذا كانت واعية هذه الناس، إذا كانت حتى وإن كان جاهل متخلف أمي غير متعلم يقاد، ولكن جرب السيء، جرب السيء لمدة 14 سنة، خلاص المفروض يتعظ، المفروض يكون انشوى من العذاب والفقر والألم والبطالة
والميليشيات والفساد والحروب المستمرة المفروض يتعظ المواطن حتى لو كان جاهل ومتخلف. هذا لا ليس مبرر أنه الإنسان شاف المر بحياته فخلص المفروض يتعظ، المفروض يتجه إلى طريق آخر حتى وإن كان ما يعرفه. على الأقل أضعف الإيمان أنه ما ينتخب هؤلاء، انتهى الموضوع. أستاذ محمد هم اللي يضحكون على عقول هالبسطاء هذول بالحسينيات. انت يعني توصلكم اخبار، توصلكم هذول المعممين ايش يحكون للناس يقولوا لهم. والمشكله انه هذول البسطاء من واحد من عندهم هذول المعممين يقعد ويفسر لهم مجرد كلمه من ثلاث احرف يفسر لهم اياها كلها تصيح اللهم صل على محمد وال محمد. طيب انت قاعد وانت قاعد تستمع الى خطبه وانت المعمم يفسر لي، يعني ابسط مثال استاذ محمد، يفسر كلمه ملح يقول حرف الميم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، واللام يعني لا فتى إلا علي، والحاء يعني الحسن والحسين، والكل الصيح اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أبو ناصر أنا أشكرك، يعني وضحت الفكرة. يمكن القول الآن بأنه ربما يعني نسبة ليست بقليلة من أهالي المحافظات الغربية الذين هجروا والذين تدمرت مدنهم على علم تام ويقين بأن هؤلاء الذين يتحدثون بأنهم ممثلي هذه المحافظات أو أنهم ممثلوا هذه المحافظات من السياسيين السنة الموجودين في السلطة، هؤلاء ليسوا محل ثقة لانتخابهم مرة أخرى. طبعا نتكلم عن الغالبية، الفئة القليلة التي ستنتخب هؤلاء هي منتهم منها طبعا، وموجودة في كل سنة وفي كل انتخابات وفي كل مكان في العالم. يعني بقى موضوع آخر ألا وهو المناطق الغربية، الضغط الذي يتم على المدنيين النازحين المهجرين من ديارهم، استغلال نقاط ضعف المدنيين من أجل إعادتهم إلى مناطقهم في مقابل أن يذهب للانتخاب. كما قلنا طبعا ونقلا عن موقع الهيئة نت، الموقع نقل عن المصادر أن ميليشيات تحاول إجبار النازحين على التوقيع على تعهدات خطية تلزمهم بالمشاركة في الانتخابات والتصويت حصرا لقوائم الحشد، لا سيما ميليشيا بدر. طيب معنا اتصال ابو يحيى من ديالى، تفضل حياك الله. السلام عليكم اخي عزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخي العزيز كل الحكومه هاي لا تفكر بانه اكو يصير انتخابات، واي عراقي والله اذا هو شريف وحليم اي عراقي ما ينتخب اي كلب من هذول كلاب. اي عمي سوى دمروا العراق والله يا اخي، والله يا اخي يرجون من نازحين انتخابات وما ادري ينتخبون. عمي تعال شوف النازحين، 1000 دينار ماكو بجيبه يجيب كيلو كيلو طماطه، 1000 دينار ماكو. وينه وينه وين الوزير اللي جاي مهجرين؟ وينه وين اللي قاعد النازحي قام؟ لا يا ريت يا ريت يجدي يا اكو فتحتي ما اقدر احكي على الفضائيه. خلي يجون المحافظات السنه، وين 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 السياسيين السنه؟ وينهم؟ وين السياسيين السنه؟ ما ظهر هذول على الكراسي اللي 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 خلوا سيد ابو يحيى. ابو يحيى سؤال عفوا، حضرتك من دياله؟ حضرتك من دياله؟ حضرتك من دياله؟ شعار سليم الجبوري بالانتخابات اللي فاتت دياله هويتنا، تمام؟ سليم الجبوري رئيس البرلمان، ايش سوى سليم الجبوري اللي دياله؟ حضرتك ابن دياله نحب نسمع. اعطيني مجال، الله لا يرضى علي، ان شاء الله مهجوم بيته سليم الجبوري. فد واحد كان بالشوارع شايف واحد اللي يسكع بالشوارع يسكع، هذا اللي هو سليم الجبوري. الله لا يرضى عليه. قرار مال حرس الوطني ما قدر يوقع عليه، بس قرار مال الحج الشعبي رسى الوقع عليه، قال هذا ما شو اسمه امر صدى بانه سنه شو اسمه الحج الشعبي قوة داخل العراق أوقع عليه رأسا، بس حرس الوطني ما قدر يوقع. أبل هو مسير، هذا مسير، هذا سليم الجبوري مسير، مو مخير، مسير من قبل إيران، من قبل الأحزاب هاي الموجودة. هاي الأحزاب وين؟ بس قولي يا حزب اللي ضميره الماتر ضميره اللي يحكي وهذا هذا شعب العراق عمي. أسألون سنة شوف شعب الشيعة، لك عمي الشيعة ايش بيكم؟ ما انتم قاعد تركضوا ورا هذول، ايش بيكم؟ مو جعتوا مو 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 حتى 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 الزبالة اللي انتم تاكلونها. هسه والله سنة روح دمرونا السياسيين، السنة دمرونا، بس الشيعة هسه مو قاعد يحكمون. وين الشيعة؟ وين شعب الشيعة؟ وين؟ وين؟ وين هسه قاعد على الزبالة يفترون على القوات وعلى الخبز؟ وين وين؟
شعب الشيعي وينه؟ وين اللي يكرهونه؟ أبو يحيى أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. يتساءل كثير من المشاركين ليس في هذه الحلقة فقط حتى عن طريق الرسائل بل في حلقات سابقة، وأنا متأكد بأن الحلقات القادمة أيضا سيطرح نفس السؤال، أين أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية الذين يتحدث السياسيون الموجودون الآن في السلطة بأنهم يمثلون الناصرية ويمثلون ميسان والمثنى والبصرة وغيرها من المحافظات، نجف وكربلاء وغيرها، أين هؤلاء الناس أهالي هذه المحافظات الذين كما قال أبو يحيى يأكلون من المزابل الآن وباسم الدين يسرقون، باسم الدين يستغلون، سياسي يحكي باسم المظلومية وباسم الشيعة ويبوق المظلومين ويبوق الشيعة الموجودين في السلطة، المعمم اللي يحكي باسم المظلومية ويحكي باسم الشيعة يبوق المظلومين والشيعة، كل المعممين الآن، وقالها أهالي المحافظات الجنوبية قالوا باسم الدين باقون الحرامية الموجودين الآن. إلى متى سيظل أهالي هذه المحافظات سيظلون نائمين بهذا الشكل؟ أزمة مياه وأزمة كهرباء وأزمة وقود وأزمة عمل، بطالة وفقر، يأكلون من المزابل الآن، وأمية وتخلف وميليشيات وفساد وتلوث بيئي وكثير طبعا من المشاكل التي تعاني منها المحافظات الوسطى والجنوبية. هل سنرى تحركا عاجلا من أهالي هذه المحافظات؟ لأنه الآن الرأي بأنه الخلاص بيدهم، خلاص العراق هو أن تكاتف أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية وتحركوا من أجل الخلاص من هذه السلطة الموجودة، لأنه خلاص أهالي الغربية أو المحافظات الغربية والشمالية أضعفوا بسبب الحصار وبسبب الحروب وغيرها، بقي هؤلاء العشائر الموجودة ولديهم قدرة ينفذون تغييرا بأكثر من وسيلة، إن كانت سلمية وإن كانت غير سلمية. أبو عبد الله من لندن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخي محمد أعتقد الموضوع يدور حول العلم والجهل، لأن الله عز وجل في القرآن يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله عز وجل عندما يعني أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين، والصحابة في وقت وجيز فتحوا البلدان شرقا وغربا وخرجوا، كان الناس يعبدون الأصنام. فالموضوع الله عز وجل عندما يقول إن تنصروا الله ينصركم، هذا كلام الله، ونصر الله يعني يكون بعبادته وليس باللطميات. ويعني يعني أنت عندما تتحدث عن أهل الجنوب مثل ما قال أخ صلاح الدين وأخو آخرين يستغلون يعني الناحية الدينية العاطفة، يطلعهم على مدار السنة اللطميات وبكاء وعزاء، وهم يعني يقولون نحن أتباع الإمام حسين. وأنا يعني مو شاعر، لكن يعني جاء خاطرة يقول عفوا أقول لو قام الحسين من قبره لقال لهم اذهبوا عني فأنتم لستم بأتباعي، إن أتباعي ليس من شيمتهم الغدر والخيانة وقتل الأبرياء، ويحكم إن عبادة الله ليس بضرب القامات والصراخ وإقامة مجالس العزاء، ويحكم إن أتباعي هم من ضحوا بأنفس بدمائهم في موصل وحويجة وثلوجة والرمادي، ويحكم لا يغرنكم الاستقواء بالغزاة وميليشيات الصفوي قاسم سليماني. طيب شكرا أبو عبد الله. معنا السيد أبو علي من إيران تفضل. السلام عليكم عمي، شلونك يا عمي؟ وعليكم السلام، حياك الله أبو علي. السلام عليك وعلى كادر الرافدين، حياك الله، وعلى من كل قام بهذا العمل الخير ويجعله في ميزان حسناتكم. عمي بدي شوية أحكي وياك. أولا أنا أشكر كل المتصلين قام يحكون يعني خوش حكي، إنه هون نحكي كعراقيين. تفضل. الجنوب، أنا ابن الجنوب وأنا ابن المرجعية وأعرف شنو أفكارهم وشنو تفكيرهم، وأنا فعلا ما بين العراق والإيران. الشيعة الوسط والجنوب بخصوص الوسط عندهم التظاهرات عدة مرات ويجون يأخذون منهم، أكو هناك فصائل يعني وعي
والناس الفقراء البسطاء اللي يودوهم للحشد وكذا باسم المرجعية والفتوى. لا يخفى عليكم احنا نذكر انه هي المرجعية اللي باركت بالدستور وبعدين تنصلت عن الدستور. المرجعية اللي ما وقفت الى جانب السنة وكلام السيستاني المشهور انه احنا ما دام الحجة ما اكون لا قيام جمعة ولا قيام حرب، وخلوا السنة الواحد هم محتل الامريكان وانا عندي هواي ادلهم بشوية اخاف احكي. اثنين، انا اريد اقول له الشيعة اهلنا واخوتنا وكل العراقيين خلي يعيشون باسم العراقيين. حسي يا عراقيين، انت اي واحد يا عراقي لو تجي لو تسأل كل الدولة من رئيس وزراء حيدر العبادي الى اي واحد يقول له ابويا الدولة ما تكشيني، يقول لك فازة حرامي مخش يعني هم صحيح. وبعدين هي نفسية المرجعية يقولون لا تنتخبون الفاسدين. زين انت قاعد شنو قاعد تشكل نفسك؟ انت باكر يوم القيامة يا عراقي مشغولة بنتك، وانت يا شيعي يعني عندي فدشكم رواية عن علي عليه السلام يقول رحم الله امرئ حق حقا وامات باطلا ودحض جورا واقام عدلا، وقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما تكون تولون او كما تكون يولى عليكم. يا عراقيين انتوا بيدكم، وعلي عليه السلام يقول كونوا مع المظلوم عونا وعلى الظالم خصبا. فانت اذا انت تحكي باسم الاسلام هذا رسول الله والقران وعليك اللي انت تقول انا شيعي وتابع علي ما يقبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذى المسلمين فقد اذاني. انت ليش تاذي السني وانت السني ليش تاذي الشيعي؟ يا عراقيين والله ما اكو اطيب من عندنا، احنا صاحبين الكرم صاحبين الاخلاق. وبعدين انا ارجو من كل المتصلين وما حد اتصل يعني كلهم زينين ما شاء الله احكي باسم العراق، اهل الجنوب بهم الخير واهل الغربيه ما ضحوا. اهل الغربيه يعني السنه يعني اقصد بيضة القبان هم العرب القعاع هم اللي شكرا شكرا ابو علي. ابو علي انا اشكرك، الوقت انتهى، وقت البرنامج انتهى. كنا نود حقيقه ان نقرا رسائل المشاركين بعجاله سريعه. طبعا مهند احد المشاركين يقول المرجعية اللي تأخذ من المحتل 200 مليون دولار وحتى الآن لا يعلن الجهاد والحد الآن عفوا لم يكذب الخبر مرجعية فاسدة. في رسالة أخرى أيضا يقول يعني رسالة طويلة حقيقة الاختصار، عندما يتفق الشعب العراقي على مبدأ مقاومة العملية السياسية يعني يتم تقديم أسماء جديدة تمثل الشعب العراقي، يعني الخلاص بيد الشعب. يقول أحد المشاركين أنا أحد المهاجرين، أعطيك معلومة واسمع مني والله والله تنتخب أو ما تنتخب ماكو فايدة، هكذا يرى بعض المشاركين. طيب أخي محمد أنتوا قناة الرافدين كونوا محايدين للإخوان اللي يطالون على المرجعية يجروكم بالكلام الغير صحيح، والله والله كلامهم غير صحيح يا أخي. المرجعية ما له كل شيء بالسياسيين، هذا كلام غير منطقي غير منطقي نهائيا غير منطقي. طيب نشكركم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.